فاول عنوانين قدامي عن مصطفى شلبي. نبدا من عندك عشان انت اللي كاتب مفاجاه، وبعد كده نروح وهنا برضو في حته حلوه لسرعه الهاتف. مفاجاه: صفقه مصطفى شلبي لم تتحملها خزينه نادي الزمالك. تمام، يعني ايه؟ انا اقول لك يعني ايه بالنسبه لصفقه مصطفى شلبي. لو نلاحظ امبارح قبل اغلاق القيد نزل اخبار كتيره الصفقه باظت، حتى المستشار مرتضى منصور طلع وقال ان الصفقه متعسره، الحجز على حاجات. طيب خلال الساعه 9 الاستاذ ايمن الشريعي اغلق هاتفه وخد ختم النادي وراح البيت بسبب اللي هو كان مصمم اللي هو ياخد 23 مليون جنيه. الصفقه تمت ب 23 مليون جنيه وتمت على قسطين، القسط الاول بعد اسبوعين والقسط الثاني هيكون في شهر 4 الجاي. تمام. الفلوس اللي هتيجي من جهه ما لم تتحملها نادي الزمالك، هي اللي هتورد الفلوس لنادي انبي. تمام. انا فهمت خلاص. تمام. مش عارف يعني نروح معاك لحد فين. طب دي حلوه حامد وسلي. خلاص زهاني. رساله على هاتف مصطفى شلبي كشفت لغز النادي الاهلي. لحد يوم الاحد مصطفى شلبي كان يعني في مفاوضات، بس الزمالك قبل ماتش في ليمبو البوغندي مصطفى شلبي موقع للزمالك من نص شهر 9 تقريبا. حلو. بس لحد قبل ماتش في ليمبو كانت المعامليه رايحه وجايه، يعني الزمالك ما كانش داخل بجديه كامله في المفاوضات، كانت اتصالات مع استاذ ايمن الشريعي بدون ما يكون في مفاوضات او اعادات رسميه. صح. اللي هو احنا خلاص عايزين نخلص. صح. يوم الاثنين الصبح، ويعني بدايه من يوم الاحد بالليل والاثنين الصبح، الموضوع يعتبر دخل في الجد كمان. مصطفى شلبي نفسه كان يعني خلاص بالنسبه له الموضوع اتقفل وانا مكمل في انبي، عنده رغبه ان هو يمشي بس ما كانش تاكيد 100% ان هو ماشي. حلو. امبارح مصطفى شلبي مع وكيله وهم موجودين مع اداره نادي الزمالك في مكتب رئيس نادي الزمالك، اللعيب جاله رساله من احد المسؤولين في النادي الاهلي نصها كده: ما تخلص وهنجيبك في يناير. واللعيب حتى ورى رساله لاحد المسؤولين في نادي الزمالك ان انا جالي رساله من مسؤول في الاهلي كذا كذا كذا. الوكيل اللي كان موجود معاه قال له الموضوع خلصان، يعني لازم تروح الزمالك، الاهلي لو عايز يخلصك كان خلصك. صح. هو اللعيب توقن لكده ان انا لو الاهلي كان عايز يخلصني كان خلصني. بالظبط. حس ان انا لو استنيت لحد يناير ممكن الاهلي نفسه يتراجع او المدير الفني. اكيد الاهلي كان هيتراجع، يعني الاهلي الصفقه ما كانتش هتتم، لان الاهلي لو كان عايزه البلوك كان مفتوح. بس الاهلي عموما تراجع، ما هو الاهلي اصلا كده كده قدم اول عرض. الاهلي ما كانش عايز مصطفى شلبي 12 وبعد كده وصل 15 وبعد كده سحب الصفقه. كان ممكن يقرب عادي. الاهلي لو كان عايزه كان هيجيبه، بس الاهلي حته الغضب الجماهيري ان اللاعب يروح نادي الزمالك وانا كنت عايزه، الاهلي كانت بالنسبه له ازمه كبيره. صح. طيب